المشاهدين الان معنا رئيس فريق النادي القنيطري بعد حادثة الامس اللي غيتكلم لنا يعني على تفاصيل الحادث اول شيء وكذلك على وضعيه اللاعبين والطاقم التقني اللي كان على متن الحافله كانت متوجهه ليوسفيه كل حادث كان في بالقرب من سيدي بن نور. يعني كانت عندنا مقابله اليوم ضد فريق اولمبيك ليوسفيه كنا مريزيرفيين لوطيل في مدينه سيدي بن نور. الحادث طرا على الساعه 8:30 ديال الليله الماضيه على بعد 7 كيلومترات من مدينه سيدي بن نور. يعني واحد بقاو مدارين باش ندخلوا للمدينه انقلبت الحافله وخلفت واحد المأساة اللي الحمد لله ما كانوش خسائف الارواح هذا كان الحمد لله. يعني الانقلاب ديال الحافله واش كان بسبب شي في الرون بوان السائق تفاجأ بالمدار ما شافوش بغى يديفييه ولكن انقلبت الحافله لسوء الحظ الحمد لله ربي كبير ما كانوش خسائف الارواح. كانوا اصابات نقلت على وجه السرعه لمدينه الدار البيضاء بهذه المساحه الخاصه باش تشوف تبع الفحوصات والعلاجات والباقي ديال البعثة بقاو في مدينه سيدي بن نور اللي قضاو حيت قضاو الليله الماضيه بالمستشفى الاقليمي بمدينه سيدي بن نور اللي داروا فيها لي راديو وخذوا الاسعافات الاوليه حتى لهذا الصباح هذا شدينا الطريق وجبنا البعثة كامله للمسحه باش نتبعوا الفحوصات. كانوا جوج العمليات اللي تجراو عمليه السي انس عازيم على مستوى اليد وعمليه على مستوى الحوض عامل الفريق هشام العروي وكانوا فحوصات مشدده وعنايه مركزه لهاد اللاعبين والثلاث عناصر الاخرى اللي كانوا جاو البارح. الان اللاعبين كما كتشوفوا باقي كيتبعوا الفحوصات ديالهم الحاله ديال الجميع مستقره في انتظار نشوفوا مده غياب كل لاعب. بالنسبه لانس معنا انباء على بطاقيه ديالو واش صحيح؟ مازال ما عرفناش نتاكدوا من المعلومه من الداخل الحمد لله الحاله ديالو مستقره يلا الحمد لله الحاله مستقره. نتمنوا الخير واللعابه كاملين يرجعوا لنا في اقرب وقت وكنبغي نشكر كاع الناس اللي المغاربه كاملين اللي تعاطفوا مع الفريق وخصوصا عامل مدينه القنيطره وعامل مدينه سيدي بن نور السلطات المحليه مدينه سيدي بن نور فريق سيدي بن نور فريق نهضه الزمامره اللي خلاوها لينا اللي جمعات الفريق اليوم من مدينه سيدي بن نور وصلت حتى مدينة الدار البيضاء فريق دفاع حسين الجديدين اللي جاو عندنا للمستشفى اللي استقبلوا اللاعب انس عازم في الوفد الجديده على الصيف لهنا وكاع الفعاليات ديال المغرب كامل الرياضيه والسياسيه كان الشكر موصول للجميع كان تضامن مطلق وهذه هي الروح ديال المغاربه الحمد لله كنعاود نقولها ان ربي كبير وما فقدنا حتى شي واحد من الارواح كما كتعرفوا حوادث الحافلات كتكون فيها ضحايا كثير الحمد لله اللعابه كاملين سالمين الان نتسناو كان صعيب عليك بيان سور باش كنت في مدينه الرباط البارح فور علمي بالحادثه شدي الطريق انا والاخوان كاملين شدينا الطريق ديبلاصينا لعين المكان بقينا مع المصابين يعني قضينا ليله بيضاء باش نوفروا كاع المستلزمات للفريق والعنايه اللازمه للاعبين المصابين. الحمد لله كيف ما قلتي ما كاينش خسائر الحمد لله ما كاينش خسائر باش هي اصابات ان شاء الله ما تكونش نشوفوا مع الطبيب الفريق مده غياب كل لاعب ورجعوا لنا ان شاء الله. شكرا السيد الرئيس السلام عليكم. مشاهدينا كيف ما تبعتوا التصريح ديال كانت السيد رئيس فريق النادي القنيطري من امام المسحه الخاصه اللي جابوا لها اللاعبين يعني اللي تحدثت لنا على الحاله والوضعيه ديالهم وكذلك الانباء اللي كانت كتقول على بطر يد احد اللاعبين الحمد لله يعني ما كانش يعني شي اصابات خطيره وكذلك حيت الانباء كيف ما قلنا مازال حدود الساعه ما كاينش خبر مؤكد ولا غياكد لنا واش فعلا تم بطر اليد ديالو ولا لا قال كيتسناو تقرير ديال الطب من الطبيب ديالو باش هو اللي غادي يعطيهم التفاصيل. من الان غنشوفوا مع رئيس نائب رئيس الاصفاء سيد رئيس السلام عليكم عاوتاني اصبر معنا شويه يعني تحدث لنا على الحادث ديال البارح بكل صراحه الكل ضامن معاه كلشي بقى في فريق نادي القنيطري من هذاك الحادث اللي وقع اليوم في مدخل سيدي بن نور. بالفعل الحادث وقع في مدخل سيدي بن نور وحادث حادثه سير يمكن توقع لاي اي حافله او اي عربه كيف ما كان النوع ديالها قدر الله ما شاء فعل. المكونات ديال نادي القنيطري كسبوا
وعندهم العطف دائما ديال جميع الجماهير المغربيه. قبل ما نكونوا كمسؤولين رياضيين على الصعيد الوطني خصوصا كره القدم، عندنا حب للكاك والعطف ديالنا على الكاك، كلشي الناس تيبغيو الكاك، وهذا الوضع ملي كيدفع الجميع لا رياضي ولا غير رياضي انك تشوف لاعبين يعني متنقلين اللي لعبوا مقابلات في اقسام الهوات. للاسف فريق الكاك يلعب في الهوات، ولكن هذا هو الواقع اللي كاين اليوم. رجعوا للحادثه باستثناء جوج الحالات اللي نوعا ما شويه حرجه، الحالات ديال اللاعبين الاخرين الحمد لله كاين واخا جروح، وكاين بعض اللاعبين والطاقم التقني اللي عندهم تفكك على مستوى المفاصل، ولكن الحمد لله احنا لقاونا في لاكلينيك هنا وجدنا لهم، هيئنا لهم كل شيء. احنا في تنسيق مع الدكتور افتي من قطر وجه هيئ لنا كل الاشياء المطلوبه، جوج دكاتره اللي تيعينوا اللاعبين الان، النورولوج حتى هو جا، يعني كاين واحد الاستنفار داخل لاكلينيك، كلشي استقبل اللاعبين ديال الكاك، وحنا راهن اشارتهم وانا غنبقى معاهم هنا حتى يغادر الحافله ديالنا تغادر المدينه الدار البيضاء. اخبار اللي كتروج على قطر اللاعبين اللي هو انس بالفعل انا شفته دابا في الغرفه ديالو في بعض الاطراف من اليد ديالو اللي تبترات، ولكن المعنويات ديالو قويه، مؤمن بالله، مؤمن بالقدر ديالو، الحمد لله على لطف الله، لانه لا قدر الله شي حاجه غيتقبلها الله غالب. شفنا كذلك التضامن ديال لا اللاعبين ولا كذلك النوادي، كما شفنا الحافله ديال نهضه اتلتيك سمامره، يعني اللي تساعدت مع اللاعبين ديال نادي القنيطره باش يتنقلوا مدينه الدار البيضاء. هذا واجب على اي رياضي، احنا كزمامره لاننا تواجدنا قرب الحديث، كون كان نادي اخر في اي منطقه في المغرب كان غيدير نفس الدور، لان احنا اولا وقبل شيء عائله رياضيه، وممكن لنا الا نتفاعلوا بهذا الشكل، وحنا كمغاربه معروف علينا التضامن في هذه اللحظات، كنتنافسوا المنافسه الرياضيه الشريفه هذيك مشروعه، ولكن في هذه اللحظات ما كتبقى لا تنافس ولا اي شيء، عائله واحده ممكننا الا نكونوا في جنبهم، واللي طلبوها منا حنا مستعدين، وانا غادي نبقى معاهم هنا في لاكلينيك حتى يمشيو باذن الله، ونتمنى لهم شي فعل عجيب. استاذ الاسم والصفه الله يخليك. عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. شكرا. لكن كيف ما تبعتوا مشاهدينا يعني عند الاستاذ عبد السلام بلقشور يعني اللي تكلم لنا كذلك على وضعية اللاعبين، وكذلك اللاعب انس يعني اللي تبطرات بعض الاطراف من اليد ديالو، وكنتمنوا الشفاء العاجل لجميع مكونات النادي القنيطري وكذلك اللاعبين المصابين اللي حاليا كيتواجدوا في صحة خاصة مدينة الدار البيضاء.